اخويا في فتنة في الدار وفي جمرة يطفيها لا تخليها تلمس جار في صفقة أو في مشروع استثمار وفي دعوة وفي تبشير كل حرب على الأفكار على أفكار حرب على الأفكار على أفكار يا وطني يا عربي حط فيك المحتل السم وحط اللوم على ابن العم وانا ساكت واخويا بحصار سامحني انا صمتي هو اساس كل الدمار الدمار أساس كل الدمار 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 وبس لو إنه ما في مؤامرة قرارات ومبادرات ولو ما في عالهوى مباشرة تشيع جثمان ومظاهرات كان ما غنيت يا جار يا جار يا جار يا جار يا أخويا في فتنة في الدار